porque os meninos me trouxe o colégio. O colégio me trouxe o colégio e agora que era uma coisa beleza. Foi de tal jeans, atlas, mavaro, amaro, 30 euros. Grande 30 euros. A sala foi erra, eu vou dizer que o colégio é o erro. Vem a ser o que não há acordo em tu e. Acordo com a Tani Bahá'u. يعني هو فايبرنت ولا عمل فايبرز ولا عمل باندلز؟ يبقى في كولاجين تايب 1 وتايب 2 وتيجي بقى بالهبل اسئله الام سي كيو. كميه رهيبه من اسئله الام سي كيو الطلبه يلخبطوها جامد. ايه رايك لو حاولنا نحفظها مع بعض هنا قبل ما نقول؟ دايما الحته اللي بتبقى لسه بنحاول نشوفها ونقولها ونعيدها لغايه ما ايه اطمن انها ايه؟ بقت في المعنى. طيب دكتور كله معايا هنا؟ أنا كبرت واحدة من مين؟ فايبرنت. مين خد باله؟ مش عارف حد خدته مصر في الفسيولوجي ولا لسه؟ خدته فيه في المصر في حاجة اسمها ترانسفيرس فاريشنز دارك باند ولايت باند دارك باند ولايت باند. حبايب نلاحظ إن الكولاجين فايبرنت لما بنكبرها قوي بإلكترون إيه؟ مايكروسكوب بيبان فيها سترايشنز يعني سترايه خطوط فيها تخطيطة خط غامق جنبه خط فاتح خط غامق جنبه خط فاتح. طب ايه يعني فيها اكتين وميسين زي ماسل دوب؟ انتوا عارفين بالالكترون مايكروسكوب بنستخدم صبغه فيها رصاص ليد. الصبغه دي الجزء اللي بياخد ليد اكتر بيبان اغمق. هو انا الالكترون فيه الوان ولا ابيض واسود؟ يبقى انا هشوف حته غامقه جنبها حته فاتحه. مين اللي خد ليد اكتر؟ المنطقه الغامقه اللي خدت صبغه الليد اقل تبقى حته فاتحه. يبقى مين يقول لي ايه سبب السترايه او التخطيطه الموجوده في الكولاجين فايبرين بالالكترون مايكروسكوب؟ مين اللي خدت ليد اكتر؟ اللي هو الدار بانز دي خدت ليد اكتر. طب ممكن اسالك سؤال؟ مش دي كانت تعتبر بيريودز؟ يعني بيريود غامقه وبعد كده بيريود في المنطقه يعني. دي بيسموها تشوز بيريودستي. مناطق جنب بعض. يبقى المناطق غامقه فاتحه غامقه فاتحه يا اما نسميها استرايا يا اما نقول عليها بيريودستي. خلي بالك ان في نوع اخر كمان شويه هنشوفه في الخيوط ما فيهوش لا استرايا ولا بيريودستي ولا غامق ولا فاتح. كلها لون واحد. عشان كده في الامس يقول لك مين اللي فيها بيريودستي؟ حد فاهم؟ يعني في غامق وجنبه فاتح، بيريود غامقه وجنبها بيريود فاتحه، مين فيهم؟ الكولاجين. الكولاجين ايه؟ فايبرين. كلام تعالوا نشوف اليلو الاستيك فايبرز. يا دكتور لو سمحت، يا دكتور احنا عدلنا قليل بصوت عالي قوي. وطي صوتك يا حبيبي. ما اقدرش اقول لك بس وطي صوتك يا حبيبي. اليلو الاستيك فايبرز هل بقى عامله باندلز والكلام ده كله؟ ابدا. هي خيوط بس فيها نوعين من البروتين. انا قلت لك نوع الاساسي مين؟ من اسمها هي اسمها الاستيك فايبرز. فيها بروتين اسمه ايلاستين. فيها بروتين اسمه ايه؟ مين شايف قد ايه؟ شايف الدود ده؟ مره مفرود ومره كويت كده. لما تبقى ستريتش يبقى البروتين مولكيولز اللي جوه دي هي اسمه ايلاستين مفروده كده. ريلاكس تحصل لها ريكويل. طيب بص معايا كده ملاحظ على فكره ما فيهاش رسمه يعني هو بس اللي رسمه الالاستين بس. ملاحظ ان بره الالاستين انا عامله خطين هم حوالين الالاستين اللي في السنتر ده بيبقى في حاجه اسمها مايكرو فايبرينر بروتين. اسمه ايه ده؟ يبقى لو انت فهمت لو هي استواره كده جواها ايه ومحضره ايه؟ فيها كم نوع من البروتين؟ نوعين. مين اللي في السنتر؟ بروتين اسمه ايلاستين. محاط ايه من بره؟ مايكرو فايبرينر بروتين. يبقى فيها بقى فايبرينز وفايبرز والكلام اللي قلناه ده وبانشرز والكلام ده لا، هي اسمها الاستيك فايبرز. مفيش بقى اصغر واكبر، مفيش تجميعات. ولا
الفايبرز دي فيها نوع من الكولاجين اسمه كولاجين تايب 3. انت غششت حاجات. كولاجين تايب 1 ده الوحيد اللي ماشي في حذاء في باندلز. كولاجين تايب 2 تصغير فايبر ايه؟ حتى ما عملش فايبرز ده لسه في صورة فايبرلز. طيب كولاجين تايب 3 ده فايبر بس بنتين ومفرعة فسميتها بريتين. عاملة شبكة سميتها ايه؟ ريتيكولار فايبر. فلما حد يسألك هو الريتيكولار دي نوع من ايه؟ من الكولاجين بس انهي تايب؟ تايب. الكلام ده مش قادر اقول لك بقى التايب كام دي بتتكرر في الاكس كيو قد ايه. طيب حد بقى شاطر بيقول لي هي كانت اصلا مجموعه من ايه؟ فايبرز معموله من تجمعات من التروبو كولاجين. بس التروبو كولاجين مولكيولز دي ماسكها مع بعض جلايكوبروتين. انت قلت لي الريتيكولار بس بتحب تسمي مين؟ بي اي اس عشان فيها كتير ايه؟ كربوهيدرات فيها جلايكوجين كتير. تخيل ان فيها 6 ل 12% هكسوز مش ده سكر؟ كم في المية؟ تخيل بقى الكولاجين العادي في 1% بس. يبقى مين في كمية كربوهيدرات أكتر؟ أنا دي ده الريزلت اللي عندي. مين في كمية كربوهيدرات عالية؟ الريتيكولار فايبرز. عشان كده بتبان بأنهي صبغة؟ بي اس. لكن ليه البي اس ما يبينش كلها؟ ما تبقاش واضحة زي كده. عشان الكربوهيدرات الهكسوز فيها كام في المية بس؟ واحد. مرة طالب مرة أستاذ بيسأل طالب شغله. الأستاذ ده بتاع باي كانسر والحمد لله مات. يعني ما بيقلقوش مش هيمتحن. هو كان غريب شوية بس كانت الشفوي كان في غريبة جدا. فبيسأل الطالب قاعد قدامه أحكي لكم قال له إيه؟ بيقول له إيه؟ قول لي يا ابني لو ملعت الفار يحصل فار. فالطالب يبص له كده ما صدقش طبعا ده سؤال امتحان ايه؟ شطر. هو الدكتور قصده يقول ايه؟ ايه بيتهضم قبل ايه؟ بس عندك ليبتس وبروتينز وكربوهيدرات وحاجات زي كده وكل حاجه بتتهضم فين؟ هو قصده كده. لكن الولد كان لطيف يعني وفرفوش فافتكر الدكتور ايه؟ بيهزر. فقال له لو ورعت فار الدكتور قال له ايوه. قال له ارجع وراء قطك. فطبعا ده كان ابلغ رد على هذا السؤال الغبي. هو مين فينا بيطلع فار؟ يعني حتى كان قال له قطه بلا اي حاجه بس بتبقى حاجه طبيعيه. الولد ايه؟ قال له ابلغ رد. وداله زيرو من 20 ومشاه. وقال له كيف كان يبقى هزر شتيمه تقطعها الرقاب فايه؟ فاتفضل بره واداله زيرو. هو كان عايز ايه؟ مين بيتهضم قبل مين؟ بص بقى دلوقتي انت بتاكل لحم المفروض انت بتاكل لحم مش اللحمه دي المسلز. طيب ثانيه واحده اللحمه دي اصلا ايه؟ بروتينز. انا مش هتكلم على التشيز والليبز والكربوهيدرات انا هتكلم على انواع الفايبرز دي كولاجين وايه الاستيك وايه ريتيكولا بس مين معمولين من نفس الخامه كولاجين ولا ريتيكولا الاثنين معمولين بروتين اسمه كولاجين مين مختلفه فانا دلوقتي هقارن مين مع مين لو انت فاهم الوايت كولاجينس مع الاستيك وما ينطبق على الوايت كولاجينس فينطبق على الريتيكولم. فهمت انا بقول ايه؟ طب دلوقتي مين الموست سترونج يعني قويه اللي هي بتدي سترينث للتيشوز عشان ماشيه بباندلز بس تقاوم ان تتنط؟ الوايت كولاجينس. مين بتدي ستريتشابيلتي؟ يحصل لها ستريتش وريكويل. طيب واحده مش لما تيجي تجهز الاكل بنسلقه. طيب يعني بويلينج ولا لا؟
البويلنج بيحول الكولاجين الى جيلاتين. لكن بص بقى الغريبه الالاستيك، شوف اللي ماشي بالواحده لوحدها دي قويه جدا، تقاوم البويلنج. ريزيست مين؟ مره واحد قال لي ما قلتيش الريتيكل. احنا اتفقنا ان الريتيكل معموله من كولاجين، وما انطبق على مين؟ انطبق على مين؟ حلو قوي. يبقى الاول وانت بتسوي الاكل مين هيتحول لحاجه سهله؟ عارفين شيري لما يكون واحد عيان نقول له اكله حاجه خفيفه زي ايه؟ زي الجري، مش كده؟ مين اول بروتين بتديه الطفل يا جماعه هو عنده لسه الاول صغنن تيجي تفطمه وتبتدي تديله اكل خارجي؟ تديله لحوم؟ تديله فراخ؟ ولا ممكن تديله جيلي؟ الجيلي ده كان ايه في البويلنج اتحول ايه؟ كولاجين. ده بروتين وتحول الى جيلاتين، which is very easily digested. تعال نشوف مين ريزيست البويلنج؟ اليلو ريزيست. طيب مين يقول لي لما بتاكل؟ دكتور لما بتاكل مش المعدة أسيدك؟ البي اتش بتاع أسيدك والإنتستين العدس الكلاي، مش كده؟ تخيل بقى الكيميكالز أسيدتي بتاعت المعدة والألكاليتي بتاعت الإنتستين تدمر مين؟ يعني مين أفكتد بالكيميكالز؟ الكارلج. انما اليلو الاستيك تقاوم الكيميكالز. طب مش انتوا عارفين في انزيمز في المعده وانزيمز في الانتستين؟ عارفين تابسن وتريبسن؟ الكلام اللي انتوا عارفينه من ابتدائي. دكتور يهضموا مين؟ الوايت كولاجينز. وما يهضموش مين؟ ايه ده يعني لغايه دلوقتي في المعده يكون مين اتهضم؟ الكولاجينز. طيب حد بقى شاطر يقول لي الحاجه الوحيده اللي ممكن تهضم الالاستيك انزيم طلعناها مخصوص من البنكرياس اسمه بنكرياتيك الاستيز. حبايبي الالاستيز ده يبقى جسمه هيهضم مين؟ الاستيك فايبرز. يبقى هو البنكرياس يا دكتور بيصب عصارته فين؟ في الامعاء، في الانتستين، في اليوتر. يبقى اول هاب من الالاستيك فين؟ في الانتستين. يبقى مين تتهضم الاول؟ الوايت كولاجينز. في حاجه اسمها تانينج، يعني نفسك كده تانينج يعني دبابه البلود بالبلدي كده بنسميها دبابه البلود. انتوا بتشوفوا في العين الكبير لما بيتبعوا الخرفان بيولدوا جلدها في الايه؟ المدابه. الجلد ده بيبقى ينفع تعمل منه شنط وجسم وحاجات كده دلوقتي؟ لا، بيحطوا عليه حاجه اسمها تانينج اسيد، فتحول الجلد العادي ده تحوله لدبل اللي هو صنع منه كذا وشه. حد فاهم انا قلت ايه؟ دي اسمها ايه بقى؟ لما احط تانيك اسيد اسمه ايه؟ تانيك، اللي هو بالعربي بنسميها دبابه القلوب. مين يا جماعه اللي بتتانيك يحول الجلد ده الى لدبل؟ كولاجين فايبرز. اللي ماشيه في ايه؟ في بعض. طيب فاضل بقى ايه؟ الفانكشن كل واحده معموله بايه؟ دكتور انا قلت الفانكشن، مين بتدي سبريد؟ وتقاوم سبريدش؟ مش خير. مين تقاوم سبريدش؟ الوايت كولاج. لكن اليلو الاستيك هي سبريدش. طيب حد تدي الاستيستي ومرونه للانسان. طب دكتور
الوحيده اللي ماشيه بندلز وبتدي قوه في الوايه كلها، بتلاقيها في الحتت القويه قوي زي العظم زي السنان زي الجلد مثلا، الحاجات اللي بتدي ايه؟ بروتكشن. دكتور حد يعرف كده الوايه كلها مين السيل صانعتها؟ او مين بتبتدي بيها من غير تفكير؟ ثم لو انا في الكارتج كوندروبلاست، لو انا في البون اوستيوبلاست، لو انا في التيف. دكتور هو مش سنان تقول لك كليه الاسنان تقول لك دنتستري انت يعني؟ فبصوا صانعه الاسنان اسمها اودونتوبلاست يعني الدنت، اسمها ايه تاني؟ يبقى مين يقول لي انا معلش؟ لا 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 لا، عايزه اسم السلف ويعني في مكان الكونكت تيشو بتاع الجلد مثلا هلاقيها مين؟ فايبرو بلاس. لو انا في الكارتج كونترو بلاس، لو انا في البون اوستيو بلاس، لو انا في التيف اودونتو بلاس. طب ده مين ده؟ وايت كلها؟ طيب إلاستيك فايبرز، لا لا اسمع دي إلاستيك فايبرز من أولا أراها كلمة فايبرز تبقى مين أحد الصانعين؟ لو أنا في كونكت تيشو تبقى فايبرو بلاس. هناخد إن شاء الله كارتج في نوع اسمه إلاستيك كارتج. مين اللي بتصنع الإلاستيك فايبرز في إلاستيك كارتج؟ مش اللي بتصنع كارتج صنع الفايبرز تبقى فندو بلاس. دكتور اخيرا لو انا في الاستيك ارضي يبقى العضلات اللي في الارض هي اللي تصنع، تبقى صنع لي سموث ماسك. مين يقول لي الحته دي زي دي؟ مش هنقولها مع بعض تاني. الاستيك فايبرز لو انا في الكونكتيف تيشو مين هيصنع لي؟ فايبر بلاس. طب لو انا في الاستيك كارتج كوندرو بلاس، لو انا في الاستيك ارضي سموث. اخر نوع مين؟ في نوعين من الخلايا ممكن يصنعوها المفروض خلايا. مين الاساسيه؟ فايبروبلاست. طب مش كان الريتيكولار سيلز بتقدر تصنع الريتيكولار فايبرز؟ طيب ثم لو انا اورجن فيه عضلات، لو انت بتحب سموث ماسلز تقدر تصنع مين؟ تصنع الالاستيك او الريتيكولار. أشهر سؤال في الـ MCQ يقول لك مين الـ most common protein in your body؟ كولاجين. كولاجين ده أكثر بروتين شيوعاً في جسمك وفي كل الأورجانز بتلاقيه. دكتور؟ types of collagen الحتة الرزلة قوي اللي عايزة تفهمها معايا ظبطها مع بعض. في يا جماعة أنا عاملة فيبر من حوالي 15 سنة طلع اكتر من حاجه 23 نوع من الكولاجين. ساعتك احنا كاتبين لك في الكتاب خمس انواع وضفنا واحد رقم سبعه بس ما لهمش اسامي. بيقول ايه؟ كولاجين تايب 1، كولاجين تايب 2، كولاجين تايب 3، 4، 5. نطينا مين مش مهم قوي؟ 6 وخدنا 7 ورا. يا دكتور يبقى من واحد لخمسه دول لازم تعرفهم وتقول مكانهم فين؟ سبعة ده اللي جالي عشان احنا خدناه في البيسمنت. ايه؟ فاكرين انكورينج فايبرز؟ حد شاطر يقول لي تايب 1 لنفسك اكتب ده اللي ماشي في هزم في بندلز. اكتب جنب تايب 1 ده اللي ماشي فين؟ دكتور ده اللي ماشي في هزم. يبقى لقيت الحاجات القوية زي البون والتيف والسكين. مين شاطر من ولادي يقول لي طالما في العظم يبقى مين اللي صنعني؟ ولو انا في التيف ودونتو بلاس، ولو انا في السكين سكين بدي كنا نكتشف يبقى فايبرو بلاس. يبقى لقيته فين تاني؟ في السكين والبون والتندونز والليجنز. التندونز والليجنز دي هيبقى فيها فايبرو ايه؟ بلاس. ده كنا نكتشف
2 تيجي لنفسك تكتب جهد تايب 2 ده في صورة فايبرنس ايه ده ايه ده؟ حد فاكر مجموعة التروبوكولوجي بتتجمع ويعمل فايبرنس؟ هل الفايبرنس بقى جمعت عملت فايبرنس ولا باندنس؟ لا، وقفت عند اي مرحلة؟ فايبر. دكتور دي بلاقيها في الكارتليج. طيب تو لقيناها فين؟ ايه ده مين اللي صنعها؟ حد شاطر يقول لي تايب 3 قلناها؟ مين تايب 3 اسمه تاني ايه؟ ريتيكولار فايبرز اللي في الارضيات، فاكرينه؟ ممكن كمان لقيت في الفايبرز. طيب نمرة 4 فاكر اللي كان في صورة جرانيوز نفسه جرانيوز، مين شاطر يقول لي شفناها فين؟ تايب 4 أو الفيس ميمبرين أكثر دقة بيزا لاملة البيزا. خلي بالك ده سؤال تريكي قوي في الام سي كيو في امتحان أعمال السنة، يقول لك إيه نوع الكولاجين؟ لو قال لي بيزا لاملة وسكت يبقى تايب 4. طب لو قال لي بيزا برين مين يفكرني؟ 4 زائد كام يبقوا كام؟ 4 3 هي 7. طيب حد شاطر يقول لي تايب 5 ناس الحاجات بتاعت عارفين البلاسنتا الفيتال تيشوز الحاجات الصغنونه قوي. حد بقى يقول لي تايب 7 قلنا فين؟ ده في البيزمنت ممبرين ده الانكورينج فايبرز. الحقيقه الحته دي نزله قوي قوي من اصعب الحتت عندنا في الكونكتيف تيشو. هناخد بقى الماتريكس بتاع الكونكتيف تيشو. ممكن اسالك سؤال؟ انت قلت لي الكونكتيف تيشو عباره عن سيلز وفايبرز عايمه. تيجي تركز معايا قوي في الماتريكس ده دكتور عشان الكلام اللي هقوله هيتكرر في الكارتج والبون. ما انت لو واخد بالك الكارتج والبون نوع من انواع مين؟ طب يبقى الثلاثه فيهم نفس المثل كل مره مكتوبه. وعلى فكره ما اخدتوه في الباراكيبس لا خدتوا حاجه اسمها جالس ولا لسه؟ لفوظه مايكرو فاكر؟ مش عارف مش عارف. Mira esa oferta. Contro el chino salve.
هبلان صنفين كرتان صنفين اي حاجه صنفين دي بقى اسمها ايه ثاني؟ طب معلش دكتور ممكن تسيبي كده ثانيه وتتابعي دكتور في حاجه اسمها بروتيوغلايكانز وغلايكوجينز ممكن تسمعني كده؟ بروتيوغلايكانز بص احفظ معايا تاني كلمة هي كلمتها أكبر لما أقول بروتيوغلايكانز يبقى بروتين 10% وكربوهيدرات 90% المنظر اللي احنا شايفينه ده. طيب بص يا دكتور جلايكوبروتينز إذا مش أنا عكست الكلمة دكتور يبقى مين كلمته أكبر؟ ده 90% بروتين و10% مونوسكرز السكر حتى هنا ايه احاديات دكتور دكتور شايف الدوده الكبيره دي الحيه دي دي مين؟ ده البروتين ده كام في المية؟ 90 وايه دي بقى؟ دي 10% مونوسكرز يبقى مين يقول لي كده جاز؟ بروتيوغلايكانز والجلايكوبروتين ده تركيب الكيميائي بتاع مين؟ حلو نفسي بس تفهم انا قلت لك التيشو فلويد طالع منين؟ من الكبابس بيبقى تركيبه بلازما ماينس بلازما بروتينز زي السيرم يعني ودرايف برين مين يفكرني ممكن اسبغه بالاي جي يدي لون ايه؟ طب فاكر لما اسبغه بالتوفيتين بلو ويدي لون بيربل او ريد سمينا القسم ده ايه؟ بيتا كروماتيكا ستيم بالتوفيتين بلو يديني لون بيربل او ريد يعني ايه ميتا كروماتيك؟ يعني بيحصل تغير في لون السبب الكلام ده جديد يبقى الماتريكس لو صبغته بالتوليتين بلو هيدي لون بيربل او ريد فاهم دكتور ايه؟ معلش بس كده بقى ثواني كده وتعرف وظيفه الماتريكس مش ده تيشو فلويد؟ طب مش ده اللي مسؤول عن اكستشينج اوف ماتيريالز يعني انه اوصل النيوتريانس والاكسجين والكلام ده للتيشوز واخد منها ايه؟ الويست ايه؟ برودكتس ادي واحده عشان التيشو فلويد التانيه ممكن معلش تركزوا قوي في الحته دي وجود الهيالورونيك اسيد ده بيمنع انتشار البكتيريا يعني بيحميني من مين؟ يعتبر فيزيكال باري لا الكلمه دي في الامثله كتير قوي يعتبر فيزيكال ايه؟ اجينست بريد اوف بكتيريا عارفين انهي بكتيريا اللي بتعرف تنتشر في التيشوز عندنا؟ اللي بيبقى عندها انزايم اسمه هيالورونيليز انزايم الشاطر يقول يعني يكسر مين؟ هيالورونيك اسيد فالبكتيريا تسمع يبقى مين اللي يمنع انتشار البكتيريا؟ اصلا هاخد دلوقتي انواع سيرفيك تيشو هقول لك ان في نوع في كميه ماتريكس كتيره يعني في كميه هيالورونيك اسيد كتير يبقى ايه؟ فايدته يمنع انتشار البكتيريا دكتور نخش بقى types of connective tissue proper يعني دكتور على فكرة أنا بعتبر نفسي خلصت ال connective tissue قولي ليه؟ لأن احنا نستخدم كل المعلومات اللي عرفناها نجمعها مع بعض تعمل لي أنواع مختلفة عندي يا دكتورة ست أنواع من ال connective tissue أربعة منهم الدنيا مش مكبسة فوق بعض ليست مكدسة اسمه لوز كونكتيف تيشو يعني ايه لوز؟ مرحرحة يا دكتور عايز المدرج ده زحمة دلوقتي ولا لوز؟ يبقى لوز يعني الدنيا مش مكبسة فوق بعضها مش كراود لكن لما تبقى فايبرز مكدسة فوق بعض بنسميه دنس يبقى احنا نقسم الكونكتيف تيشو انهي نوع من الكونكتيف تيشو بقسمه النهارده؟ بروبر خلي بالك لو قال لي كلاسيفاي تايبس اوف كونكتيف تيشو سيكند اقول ايه؟ كونكتيف تيشو بروبر كارتج بول لا ده اكوردنج لايه؟ اكوردنج
contain all types of fight. مين أوضحها؟ بص بصوا لو أنا شايف الصورة دي بوسع الصورة دي مين ده بقى كده؟ اللي ماشي في حزب مين؟ الوايت كولاجز واللي مفرعة دي مين؟ يعني طب الله عليك الريتيك لو بتبان من اتش ام اي ولا عايزة ايه جي؟ عشان تبان أنا مش شايفاها يبقى لما أقول بيني عشان أنا ما بشوفهاش في الاتش ام اي يبقى contain all types of cells all types of ايه؟ فايبرز مينلي الوايت كولاجينس وشوية دي مصر دكتور ولارج اماونت اوف ماتريكس ليه يسموه ايريا؟ ده سؤال شغل يعني ايه ايريا؟ مرة واحدة قال دي هوا الدنيا مش هوية هو دي الهوية الدنيا مش مكدسة لكن اسمع بين الصح اللي يسمع ايريا يفتكر في هوا ما بين الخلايا لو في هواء يتضغط نو لازم في فراغات عشان ينفع يتضغط هو مش الهواء بيحتل مكان لو ينفع غطا هيبص ضجيع انما لما يبقى في فراغات spaces empty spaces ينفع ايه؟ عارفين فكره الاكورديون؟ يا جماعة شفت الأكورديون؟ أيوة ده بيتضغط إيه؟ أكورديون يعني مثلا ده جلد يا ممكن تبص عندي هنا الجلد
الانتفاض الإبيثيليا اللي بيبطل استومك مثلا او انتستن ده بيسموه غشاء مخاطي او ميكوزا او ايه؟ ادي استومك اهي صح كده؟ والإبيثيليا ده ميكوزا مش فيه في الدور المعدة في مصر؟ طب مين ربط الميكوزا في المصر؟ يبقى اسمه ايه؟ صاب ميكوزا يعني تحت ايه؟ تحت سكين وتحت الميكوزا والسي راس ممبرينز مين يفكرني زي بلورا؟ خدتوا بلورا نقلي؟ كم بيرا؟ مصر هو ايه؟ لما عرفتوا يعني مين مصر وبرايتر؟ طب مين اللي ماسك البلورا في النقل؟ وما بين مصر وبرايتر في ايه بقى؟ بلوز عشان ايه؟ تضغط وترد تاني. عايز حد بقى يقول لي النوع اللي بعده؟ على فكره كلكم عارفين وواخد مكان كبير في الكتاب وتقريبا خلصناه. اديبوز كونكتيف تيشو. لا انا مش هقول، انا بس هقول لك في الاخر سؤال شفوي بيتسال خصوصا لو حد تخين دخل طالب كان تخين شويه او انت داخل معاه طالب تخين. ايه الصورة دي؟ مين يقول لي الصورة دي فيها انا في نوع من الكونكتيف تيشو؟ دي في الأقدس على فكرة. مش ده الجزء الفت؟ هل انت شايف السيلز والفايبرز مكدسة؟ يعني الدنيا مهوية ولا لا؟ يبقى ده الجزء الفت كونكتيف تيشو. بص يا دكتور ادي بوز. شبه الجزء الفت. انما مين الخلية السائدة فيه؟ فات سيلز. يبقى غني بالفات سيلز. مين يفكرني فات سيل كانت كام نوع؟ في وايت لا ما كانش اسمها كده، كان يوني لوكيلا ومالتي لوكيلا. واليوني لوكيلا كانت في انهي نمور؟ كان وايت. والمالتي كانت في البراون. يا جماعه يبقى في وايت اديبوس كونكتيف تيشو وبراون اديبوس. بص الصوره مين السيلز السائده؟ يعني انا شايفه مين؟ فات سيلز. طب ما بينها في أنهي نوع من الفايبرز؟ هنلاحظ إن الكولاجين باندز في شوية كلاسيك دكتور، الكولاجين باندز عاملة زي حواجز تقسيم مخصوص، عارفين لوب تصغيرها إيه؟ لوبيولز. يعني أنت حد شاف اللي هي بتاع الخروف؟ اللي هي فصوص. يبقى في ستة معمولة من وايت كولاجينس باندز تقسمها إلى إيه؟ لوبيولز. مين يقول الفرق بين الوايت والبراون اديبوز؟ لا انا هسأل انهي نوع من الفات سيلز في كل منهم؟ ابتدي بالوايت. الوايت يوني لوكيلا والثانيه مالتي. مين الفات سيلز بتاعتها بيجمنتد؟ البراون. ليه كان لونها بني؟ عايزه سببين. حد فاكر كان حواليها كتير بلاد ايه؟ بسس. والمالتي لوكر دي كانت مليانه مايتو ايه؟ والمايتو كوفي كان فيها فيجمنت لونه بني اسمه سايتوكروم. حد يفكرني اسالك سؤال يا دكتور، مين فيهم في تاثر بالريجيم؟ الوايت لان كان بتحدد ايه؟ فات. انما البراون يتاثر بالريجيم ولا هرمونز ولا غيره؟ لا. طيب عايز حد يقول لي مين الغنيه بالبلاد سبلاي؟ البراون. كانت من ضمن الحاجات اللي بتدي اللون البني انها ريتش البلاد اسيدز. طيب حد شاطر يقول لي وظائف الوايت ووظائف البراون عشان نقول اماكن. الوايت فين؟ سوري وظيفته ايه؟ تخزين الفات، ستورج اوف فات. هي ايه؟ انسولين. ثم اخيرا سبورت اورجان زي يا جماعه ده وايه كمان؟ بتدي جزئي، بتدي الكونتور اوف ذا سكين. كونتور يعني ايه؟ رسمة الجسم. هل شكل جسم الست زي الراجل؟ مين اللي متحكم في الشاسيه ده؟ الوايت اديبوز. بالتالي الاقي فين؟ اندر ذا سكين. سبيشالي في الميل ولا في
منطقة الأرداف يبقى أفضل حتت في الفيميل اللي بتركز فيها مين؟ عارفين مين اللي بيخلي توزيع الفات في الفيميل في الحتت دي؟ الأستروجين، وخصوصا وقت البلوغ. يعني جسم الولد والبنت قبل البلوغ واحد. طيب حد شاطر بقى يقول لي سبورت اورجان زي فين؟ زي الكلب. قبل ما انسى، مين او في مين؟ مش كفايه الراجل قدامه كرش قد كده؟ يبقى في الابدومينال فول، في الدماغ. ابدومينال فول. طيب تسمع بقى حته مكتوبه ليكو ميزك. موجوده في الميزك. حد يعرف ايه ميزك؟ بالعربي المنديل. في واحد خبرة في التدخل. تسمع كفتة الطرب. دخلت عند بتاع كمان. خالص والله. طيب عارفين يا جماعة بيدفعوا كفتة كده في حاجة اسمها الميزن. عارف الميزن ده؟ ده فول بالبريتونيوم بيبقى معلق الدسم. مليان فاس. فطبعا انا مجرد ان انا اسمع ان فول بالبريتونيوم وحوالي الانتستن يعني مش لطيف، انما هو الفات لما بيجي شوي بقى على تحت لف حوالي الكفته فبيخلي الكفته جوسي بيقوم انها تبقى حلوه. يبقى الميز التاني اللي تكتب جنبها مين؟ كفته طارق. دكتور دي اماكن انهي فات؟ وقلت لك حوالي مين؟ مين مسؤول عن الخده من الفات؟ لا انا قلتها لك، قلت لكم انا بخاف على الكدني بتاعتي وعندنا مرتبه من مين؟ من الفات. لا انا هسالك سؤال شفه وهنطفي ساعته الاباره. بص لو مين فيكم يقول لي فين البراون فات؟ البراون فات كان بيخزن فات؟ لا. هل هو هيت انسوليتور؟ بيسبورت اورجانز؟ الفانكشن الوحيده هيت جنريتور، بيولد الحراره. تريدها؟ مش كان مليانه ميتوكوندريا، والميتوكوندريا بتطلع طاقه، بس هنا طاقه اللي بتطلع هيت. عمرك شفت دهون بني؟ انا قلت لك مشفتهاش ابدا، لانها بتبقى موجوده في الاجنه وحديث الولاده، وبعد الولاده بشويه تبتدي تختفي، بيحل محلها مين؟ طب فين الحته اللي عايزه دفى؟ في الجنين؟ في البيبي؟ خلي بالك البيبي بطنه بتدفى، فجأة طلع في الشارع، الدنيا برد. محتاج ايه؟ في الأجسام. شفت بيقيس الحرارة اللي هي فين؟ غير المكان معروف، الأجسام عشان فيها أنهي نوع من الفات؟ براون فات. يبقى في الأجسام ما بين الاثنين اسكابول. يا جماعة دف دار. لو حد بقى في الميجا ستايل أراوند الثراسك أو ورطة يدف إيه؟ لو فكرت فيها دف سيرته، يدف ظهره، الأجزاء المنطقة دي كلها اتدفت. ده هيت إيه؟ جنريتور. إيه ده لو سمحت ده؟ عشان جهزني في الفترة. لا في بقى أنواع اللي جاية مش هتاخد مننا ثواني. مين من الولاد يقول لي الصورة دي؟ مين فيهم؟ عرفت منين وايت اديبوز كونكتيف تيشو؟ لا عايز حد شاطر يا جماعه، ده داتا شو. مين يقول لي عرفت منين وايت؟ عشان فات سيلز حجمها ايه؟ كبير ونيوكلس فيه ريفرال. ومين ده من الفات سايبه انت سبيس ومحتل لكتله واحده؟ فاكرين كده تشوني لوكيولار فات سيلز؟ يبقى ده وايت اديبوز كونكتيف تيشو. امال ده مين؟ مين حاول ملاحظه يقول لي هل النيوكليس دي على البريفري زي دي ولا جوه السيلز؟ طب ودي كتله واحده من فات ولا بين الدروبلتس؟ يبقى ده اسمه يوني ولا مالتي دوميرا فات سيلز؟ يبقى ده اي نوع فات؟ برافو. ميكويد كونكتيف تيشو. حد شايف الرسمه دي؟ ده الوش ده قطاع في مين؟ الحبل السري اسمه، لا ما اسموش امبلايكا، اسمه امبليكال فور. ولو يعني قريت
امبلايك الفلوكه دي بتعبني نفسيا. طيب مين شاطر يقول لي حب ذا ستوري ليه ما تشاف السمايلينج فيس؟ في كام بيزنس؟ اتنين ارتست واحد في ملاحظين ان رسمه ما بينهم يو ام سي. حد فاكرين الاندفرنشيتد ميزنكايل مانسيل؟ يا جماعه ما هو ده اسمه ميكويل كونكتيف تيشو اساسا عباره عن يو ام سي. دكتور وساعات تكون بدات تتحول لصانع الفايبرز مين؟ وتعمل شويه فايبرز قليله حوالين شويه كولاجين وريتيكولا فايبرز. دكتور كل ده عايم في ماتريكس مليان ميوكس. مين شاطر قال لي؟ يقول لي عشان سميناها ميكويل عشان الماتريكس ريتش ان ميوكس. بلاقيه فين؟ معلش دكتور النوع ده مش بس ميوكس، الماتريكس في ميوكس وهيالورونيك اسيد. ليه بقى؟ بيحمل مين؟ بروتكت اجين سبريد اوف ايه؟ بكتيريا. فاكرين قلنا وجود الهيالورونيك اسيد يمنع انتشار البكتيريا. طب ده كده لكن انت بتقولي في ثلاث اماكن مفيش غيركم؟ اه دكتور انا لازمه مين؟ امبريكال كورد ده الاشهر مكان. وعلى فكره في الامبريكال كورد اللي اكتشفوا ما كانش عارف ساعتها انه بيكون كونكتيف تيشو ان شايف نيو بس فيه فسبب اسمه وارتونز جيل. واسم المكتشف مين؟ وارتون. فسماها وارتون جيل. لو سمحت ايه ده انا اسمع انت ولا لا؟ مين خد باله مش تسمع الاخضر ده اللي بعداه بيسموه جسم الزجاج بيسموه فيتراس هيومر او فيتراس بودي السائل او الجسم الزجاجي. حد يقول لي مكانه فين؟ ورا العدسه وقدام الشبكيه. تسمع ان واحد جاب انفصال في الشبكيه بيبقى الوارتون جيلي ده زي الكمش كده فمش ساند مين؟ الريتنا بدا انفصل. هو احد الحاجات اللي مخليه الريتنا في مكانه. مهم قوي. طبيعته ايه؟ عندي نوع في الكونتاكت بيشرب بيكوي. بنحب نسال السؤال ده قوي باسنان طلبه اسنان. بص حد شايف المنظر ده؟ انا رسمه سنه ولا لا؟ خدت بالك قلبها بيسموه بلط. دي الحته اللي فيها العصب بتاع السنان. شغل تعالى راح لدكتور السنان مزودته العصب. طب والسنة صلبه من بره بس قلبها في انهي نوع من الكونكتيف تيشو؟ ميكوي. ودي الحته اللي فيها البلاد سبلاي والنيرف سبلاي بتاع السنان. واللي بيموت العصب السنة تفضل قويه بعدها. خلي بالك هو بوظ البلاد سبلاي بتاعها كمان. السنة بعد شويه بتبقى ايه؟ ضعيف. بس هو لازم كان يموت العصب عشان هو مش مستحمل الدين بتاعه. حد شايف الصوره اللي انا حاطاها في الاطلس؟ حاطها لك مين هنا؟ امبريكال كورد عشان افكرك ده اللي فيه انهي نوع من الكونكتيف تيشو؟ مين خد باله ان دي اليو ام سي؟ حتى مكتوب لك ميزنكايمال سيلز. دكتور اليو ام سي دي ماسكه مع بعض البروسيسز بتاعتها ولا لا؟ النوع ده خدناه ولا في كلمه ولا كلمه جديده. ريتيكولار كونكتيف تيشو مين يفكرني عباره عن ريتيكولار ايه ومعاها ريتيكولار ايه؟ ريتيكولار سيلز خدناها في السيلز وريتيكولار ايه؟ فايبرز. ما بتبانش الا في انهي سبب؟ الاي جي. مره طالب حمار كبير قال لي انا سالت شغل سؤال صعب قوي. قلت له ايه يا اخويا الصعب قوي؟ حاجه بره المنهج يعني. افتكرت حد من بره وسالت حاجه ما بنشرحهاش. قال لي لا، قال لي كل الاماكن
ما تبانش اقول لك ايه الا الاستاذ حد بقى يقول الدنس تايبس على فكره الدنس سهلين قوي هما نوعين على فكره انا كده محتاجه مره كمان ممكن اسالك سؤال ثانيه لا خلاص ايه ده انا بس بقول لك كوتش يا حبيبي كوتش بيقف في ساعه ونص I'm